بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الثاني الأقسام الميكانيكية، أهلا ومرحبا بكم. وحلقة جديدة وحلقة مميزة جدا وحلقة مفيدة ومهمة جدا في مادة الرسم الفني وبرنامجكم في بيتنا مدرسة. النهاردة جايب لكم حاجات مهمة جدا الناس بتستفسر عنها وبتسأل عنها، علشان هي حجمها صغير في الرسم والمفروض انها ما بتاخدش وقت مننا، وبتيجي طبعا في اسئلة الامتحانات كتير، وهي مرتبطة بقواعد وقوانين بنعوض فيها عن طريق عمليات حسابية في الرسم. طب احنا خدنا ايه في الحلقتين اللي فاتوا؟ كنا خدنا ازاي هنستنتج المسقط الثالث، وقلنا ان احنا هنستنتج المسقط الثالث عن طريق ان احنا نقسم الجسم المجموعة من الاجزاء ونسقط كل جزء ارتفاعه في الرأسي مع ارتفاعه في الأفقي، أو العرض بتاعه في الرأسي مع العرض في الجانبي، وعن طريق الزاوية 45 درجة هتقابل الخطوط ببعضها ونجيب المسقط التالت. في الحلقة اللي بعدها وخدنا ازاي هنعمل قطاعات، وقلنا أنواع القطاعات اللي عندي، القطاعات الكاملة والقطاعات الجزئية، وعرفنا أن أنا عندي كمان قطاعات على محاور متحركة. النهاردة هناخد ايه يا مستر محمد؟ النهاردة هناخد وسائل الربط. وسائل الربط وهي اجزاء وحاجات بنستخدمها كتير في حياتنا العملية، واكيد كمان هتبقى موجودة معانا في التطبيقات الفنية اللي موجودة في داخل الورش. يعني اكيد احنا بنربط الاجزاء ببعضها ازاي؟ بنربط الاجزاء ببعضها عن طريق المسامير والصواميل، ده اللي احنا عارفينه. انما احنا عندنا كمان في وسائل الربط اللي بنستخدمها لو قسمناها بقى نظريا، هنلاقي ان احنا عندنا وسائل ربط غير دائمة ووسائل ربط دائمة. ايه هي الوسائل الربط بقى الدائمة والغير دائمة دي؟ هي وسائل الربط الدائمة اللي هي الوسائل اللي هعمل بيها عملية ربط وهيبقى ربط دائم، مش هفكها ابدا. زي ايه؟ زي مثلا القطاعات المعدنية اللي موجودة عندي في الكباري والغلايات. القطاعات المعدنية لو مشينا على اي كوبري هلاقي ان في قطاعات معدنية جاية في كذا اتجاه ومربوطة ببعضها بحاجات تشبه المسامير اللي احنا بنسميها مسامير البرشام، ودي وصلات ربط دائمة مش ممكن ان انا افكها، معمولة علشان تتنها ثابتة. ودي طبعا لما نيجي نتكلم عنها هنعرف ان الوصلات دي لما باجي اعمل لها عملية فك، فعملية الفك دي بتكون عملية متلفة. يعني ايه متلفة؟ يعني بيحصل بسببها تلف في وسائل الربط دي او في الاجزاء اللي مربوطة ببعضها. طيب ووسائل الربط الغير دائمة؟ الغير دائمة يعني انا بربط بيها وبعد كده بفكها، اربط بيها الاجزاء وبعدين افك الاجزاء. طيب ايه هي وسائل الربط بقى الغير دائمة اللي عندي؟ اللي هي هتبقى المسامير والصواميل، وهستخدم معاها كمان الوردة. طيب المسامير دي انا لما اجي ارسمها هتترسم عندي بدلالة ايه؟ هتترسم عندي بدلالة قطر المسمار. ازاي يا مستر محمد؟ ده انا عندي راس للمسمار وبعد كده المسمار بقيته، هرسمها بدلالة القطر ده؟ ازاي هرسمها بدلالة القطر؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة باذن الله في حلقة النهاردة، واحنا بنرسم كل وسائل الربط دائمة وغير دائمة. تعالى كده نعرف يعني ايه وسائل ربط وايه هي اجزاها الاول، وبعدين نبدأ عملية الرسم مع بعض. كده نشوف وسائل الربط. وسائل الربط دي ان الغرض من الوصلات هو تجميع اجزاء المشغولات بعضها ببعض بواسطة احد طرق الوصل المختلفة. طب طرق الوصل المختلفة هي ايه مستر محمد؟ نمرة واحد الوصلات الغير دائمة والوصلات الدائمة. طب تعالى في الوصلات غير الدائمة. الوصلات الغير دائمة هي الوصلات القابلة للفك مثل المسامير والصواميل. طيب انواع المسامير ايه؟ مسمار ملولب ذو رأس مجوفة مسدسة. نمرة اتنين مسمار ملولب ذو رأس اسطوانية. نمرة تلاتة مسمار ملولب ذو رأس مستوية. نمرة اربعة مسمار ملولب ذو رأس كروية. يبقى دي انواع المسامير اللي هي رأسها مش مسدسة زي اللي احنا هنرسمها كمان شوية. طب تعالى كده نشوف الاشكال دي. لو انا عندي مسمار ملولب ذو رأس مجوفة مسدسة، ده معناه ده المسمار
ده المسقط الافقي بتاع المسمار. بص في راس المسمار هنا في عندي شكل مسدس، الشكل المسدس ده امتداده فوق خطوط متقطعة، ده معناه ايه؟ ان الجزء المسدس ده مجوف داخل رأس المسمار، مجوف داخل رأس المسمار. طب نمرة اتنين، مسمار ملولب ذو رأس اسطوانية. يبقى انا دلوقتي الجزء اللي عندي اللي هو رأس المسمار ده اسطواني، يعني مقطعه تحت هنا دائري، وده طبعا اللي احنا بنعرف نعمل عليه فيه عمليات الفك باستخدام المفكات. نمرة تلاتة، مسمار ملولب ذو رأس مستوية اللي احنا بنسميه المسامير الغاطسة، هو السطح من فوق مستوي، السطح من فوق مستوي، ولكن هو جاي هنا رأس المسمار بشكل مخروطي علشان تبقى بيتة داخل الشغلة اللي انا بربطها، علشان رأس المسمار دي ما تبقاش متسببة في اي حوادث. نمرة اربعة، مسمار ملولب ذو رأس كروية، الرأس من هنا كروية. لو تلاحظ اسم المسمار او وصفه متحدد حسب الرأس، رأس مستوية، رأس مجوفة مسدسة، رأس كروية، يبقى دي انواع المسامير اللي انا بستخدمها واللي مش هيكون رأسها مسدسة او مربعة زي اللي احنا هناخدها. طب بيقول لي طريقة رسم المسمار ذو الرأس المسدسة، لازم تخلي بالك ان انا لما حاجي اشتغل وارسم الرأس المسدسة دي للمسمار لازم هستخدم مجموعة من القوانين الاساسية. وبالمناسبة القوانين الاساسية اللي انا هستخدمها دي تقريبا بتشبه نفس القوانين اللي هنا برسم بيها رأس مسدسة للمسمار، نفس القوانين دي هستخدمها وانا برسم الصامولة المسدسة مع تغيير واحد بسيط. طب القوانين دي هي ايه يا مستر محمد؟ لو هو اداني ان قطر المسمار، المسمار العادي اللي انا عايز ارسمه، بصوا كده يا اولاد، لو اداني عندي مسمار له رأس مسدسة وبقية المسمار معايا، هو كل اللي بيدهوني القطر ده، القطر بتاع المسمار، القطر بتاع المكان المألوظ، بيديني القطر ده وانا عن طريق القطر ده بجيب بقية الابعاد للموجودة المسمار، فهو هيديني بس القطر وممكن يديني طول المسمار لان طول المسمار ده ممكن يكون طويل او قصير، انما الجزء المألوظ هو اللي هيختلف معايا بنسب معينة. يبقى انا المعطيات اللي هيدهاني في المسألة نمرة واحد قطر المسمار، نمرة اتنين طول المسمار، وانا هجيب بقية الابعاد. قطر المسمار ده يا اولاد اللي احنا هنسميه فاي، هنسميه ايه؟ فاي. انت بقى سميه فاي، سميه قاف، سميه دي اللي هي الدامتر بتاعتك، سميها زي ما تسميها، المهم ان النسب اللي احنا هنضربها في الفاي دي نسب ثابتة، ودي اللي انت هتاخدها وتعوض بيها علشان ترسم بقية الابعاد بتاعت المسمار. تعال نشوف القوانين ونطبق عليها مع بعض. القوانين الاساسية بتاعتي، انا هعتبر ان فاي هي قطر المسمار، يعني لما يديني قطر المسمار 20 30 10 40 يبقى انا هسمي القطر ده هو ايه؟ فاي. نمرة اتنين، هقول ان انا عندي قاع السن بتاع الالوز وهسميه فاي واحد. طب قاع السن ده يترسم بنسبة قد ايه؟ 85% في القطر اللي هو مدهوني بتاع المسمار. يبقى انا قاع السن اللي انا هسميه فاي واحد ده هيبقى 85% او 85% في قطر المسمار. طب نمرة اتنين، فاي اتنين ده قطر دائرة الشطف، وهنعرف دائرة الشطف دي اللي احنا هنرسم عليها الجزء المسدس، ودي هتبقى 1.5 فاي. يبقى انت لو قلت ان دي فاي يبقى قاع السن ده 85% فاي وقطر دائرة الشطف 1.5 فاي. نمرة تلاتة، ارتفاع رأس المسمار، خلي بالك عشان دي مهمة جدا، ارتفاع رأس المسمار اللي هو هيبقى شبه الصامولة، رأس المسمار بتبقى 7/10، انما 7/10 دي هي دي اللي هتتغير لما اجي ارسم صامولة. طيب نمرة اربعة، طول الجزء المقلوز او طول الجزء الملولب ده بيساوي 2 إلى 2.5، من 2 لـ2.5 مضروبة في فاي. تعال بقى ناخد مثال ونشوف هنرسم مع بعض ازاي. بيقول لي المطلوب رسم المساقط الثلاثة للمسمار المسدس، يعني هنا المسمار رأسه مسدسة. إذا علمت أن قطر المسمار 40 يبقى دي فاي، وطول المسمار 90 ملم،
يبقى فاي هنا ب40 ملي متر وطول المسمار 90 ملي متر. طب تعالى بقى نجيب القوانين بتاعتنا اللي جبناها عشان نعرف كل بعد من الابعاد دي هيساوي كام. يبقى انا نمره 1 فاي بقت بتساوي 40. طب ونمره 2 قلنا ان قاع السن 85 من 100 فاي، يبقى انا هقول 85 من 100 في 40 هيدينا 4 وايه 34. نيجي بعد كده فاي 2 اللي هي قطر دايره الشطف بتساوي 1.5 فاي، يبقى انا اقول هنا 1.5 في 40 يبقى هتساوي 60 ملي متر. نمره 4 اتش اللي هي ارتفاع راس المسمار 7.1 فاي، يبقى انا اذا دلوقتي هقول 7.1 في 40 يبقى الكلام ده بيساوي 28 ملي متر. ركز معايا، انا حطيت القوانين اللي انا اديتها لك وعوضت 85 من 100 فاي 85 من 100 في 40 علشان هو اداني القطر هنا بيساوي ايه 40. طول المسمار ده انا هشتغل بيه بعد ما ارسم راس المسمار. هاخد الارقام دي بقى، الفاي بتساوي 40، الفاي 1 بتساوي 34، الفاي 2 اللي هي قطر دايره الشطف بتساوي 60، الاتش الارتفاع بتاع راس المسمار 28، هاخدهم واحطهم جنبي هنا وابدا اشتغل. نعمل محاور الاول علشان نبدا نرسم مثلا المسقط الافقي بتاعنا. فانت عندك قطرين هنا 1.34 و1.40. طالما بترسم مسمار يبقى انت عندك ده ال 40 دايره كامله وال 34 ده 3 ارباع دايره. طالما بترسم مسمار دول دايرتين، يبقى الكبيره دايره كامله والصغيره دي 3 ارباع دايره. وهقول لك ليه، لان احنا طلبتنا بتوع التشغيل لما بيجي يعمل مسمار مقلولب او مقلوز بيبقى المسمار ده القطر الكبير بتاعه مصمت كده قبل ما يعمل اي حاجه، وبعدين بيعمل القلاووز فبياكل جزء، يبقى الصغير ده هو قاع السن بتاع القلاووز. يبقى قاع السن دايما بيترسم 3 ارباع دايره، يبقى انا رسمت الكبيره دايره كامله والصغيره 3 ارباع فين؟ لما اكون برسم مسمار. تعالى بعد كده ناخد القطر ال 60 اللي هو قطر دائره الشطف، وبعدين دي اسمها صاموله مسدسه مستر محمد. مسدسه يعني بزاويه كام؟ اضلاعها بتميل بزاويه كام؟ اضلاعها بتميل بزاويه 60 درجه. يبقى تجيب لي المثلث بتاعك، تعمل لي الاول هنا مماس افقي تحت ومماس افقي فوق، وتجيب لي المثلث ال 30 60 وتخلي الدايره بتاعتك دي قدام الزاويه ال 60 وترسم لي خط هنا بيمس الدايره، وبعدين تاخد المثلث ده تحطه لي فوق هنا وتعمل لي كمان هنا مماس بزاويه 60. يبقى انا كده جبت الضلعين دول، خلي بالك المثلث كان هنا والدايره قدام ال 60، تروح عامل ايه؟ تقلب المثلث الناحيه الثانيه وتخلي الدايرة بتاعتك قدام الزاوية 60، وتاخد لي هنا مماس بزاوية 60، تاخد المثلث تنقله هنا فوق وتعمل لي هنا كمان مماس بزاوية ايه؟ بزاوية 60. يبقى أنا دلوقتي عملت المسقط الأفقي بتاع الصامولة بتاعتي عن طريق الدايرتين، الدايرة بتاعة القطر الأساسي والدايرة بتاعة قاع السن، رسمت دايرة الشطف عندي وخدت مماس أفقي فوق ومماس أفقي تحت وخدت بزوايا 60 ممسات، ووريت لك بالمثلث هتعمل ازاي. طب والمسقط الرأسي؟ هطلع فوق وارسم خط افقي بعد اي مسافة انا عايز ارسمها، انا ما برسمهاش جوه رسمة، انا برسمها لوحدها، ويهمني هنا الارتفاع ده اللي كان 7.10 في الفاي، فطلع ب 28. خلي بالك من كلمة 7.10 دي عشان هنغيرها كمان شوية. الارتفاع بتاعي 28، فهقيس من هنا لحد هنا 28 مللي واخد خط، وبعد كده اسقط كل النقط اللي موجوده عندي. فاكر لما كنا بنجيب المساقط سوا كنت بقول لك ان المسقط الراسي ده بيجي من المسقط الافقي لما تيجي تبص من تحت، فانت وانت باصص من تحت النقطه دي شايفها والنقطه دي شايفها والنقطه دي شايفها والنقطه دي شايفها، تعالى نسقطهم فوق، يبقى النقطه دي تطلع بخط، النقطة دي والنقطة دي على استقامة واحدة، النقطة دي والنقطة دي على استقامة واحدة، النقطة دي كمان على استقامة واحدة. كده أنا قسمت الإيه؟ قسمت شكل المسقط الرأسي بتاع الصامولة. أجي بعد كده وأروح جاي راسم هنا خط
وهنا كمان وهنا كمان خط وهنا كمان خط، يبقى انا كده قسمت شكل الصاموله. طب وبعد كده مستر محمد اعمل ايه؟ محتاج ارسم الشطف، اقواس الشطف اللي موجوده على المسقط الراسي. فهتقيس لي ايه؟ هتقيس لي هنا. احنا في الكتاب بتاعك بنقول ان المسافه من الطرف هنا، من طرف المسدس هنا لطرف المسدس هنا اسمه اس، والاقواس اللي انا القوس الاساسي اللي انا هرسمه هنا اسمه 3 ارباع اس. طب ما انا بالبديهي كده بص عندي مستطيل 2 3 4، يبقى العرض ده لو كله اس وانا عايز 3 ارباع يبقى انا هاخد هنا 1 2 3، يعني هتقيس لي البعد ده بالبرجل. هنقيس ايه؟ البعد بتاع الثلاث مستطيلات ده بالبرجل، وتركز هنا في النقطه دي وترسم فوق قوس. يبقى انا ركزت في النقطه دي بمسافه اللي هي الثلاث مستطيلات دول، واركز هنا واخد فوق قوس، وبعد ما ارسم القوس اركز بنفس الفتحه في القوس وهتروح راسم هنا قوس. اهو خلاص انا رسمت قوس، اعمل ايه يا مستر محمد؟ مديلي القوس ده من هنا ومده من هنا بنفس فتحه البرجل. طب وبعدين؟ اخد من النقطه دي خط افقي ومن النقطه دي خط افقي، وعلى الخط الافقي ده تشوف لي المستطيل ده كان عرضه كام وتنصفها لي هنا في نقطه، وتشوف العرض ده كام وتنصفها لي هنا في نقطه. طب وبعد ما اخد النقطه اركز بالبرجل هنا وافتح ببرجلك لغايه هنا وارسم قوس، اركز بالبرجل هنا وافتح ببرجلك لغايه هنا وارسم قوس. كده انا رسمتها، طبعا همسح الزيادات اللي موجوده عندي والخط الصغير اللي موجود في الفراغ ده والخط الصغير ده همسحهم. وبعد ما امسحهم يا مستر محمد هتروح جاي حضرتك جايب لي المثلث ال 30 60، بس بدل ما كنا واحنا بنرسم تحت كنا منيمين المثلث على زاويه 60، لا هتخلي المثلث كده والراس المسمار قدام الزاويه ال 30، وترسم لي هنا خط بيميل بزاويه 30، وتمسح الزيادات وتروح تحط المثلث الناحيه الثانيه، وترسم لي هنا مماس بزاويه 30 وتمسح الزيادات. انا كده رسمت المسقط الراسي لراس المسمار، لراس الايه؟ المسمار. طب عايز ارسم بقيه المسمار، ما بقيه المسمار دوايره موجوده عندك اهي، خد بدايه الدايره دي ونهايتها وتقيس لي الارتفاع اللي كان 90 مللي من هنا لحد فوق وتقفلها، وهو اتقل على الخط ده والخط ده واقفلها. طب تعالى هو ارتفاع القلاوظ هنا قد ايه؟ قلت لك ان ارتفاع القلاوظ ده بيكون من 2 ل 2.5 في فاي. يبقى انا دلوقتي هقول كده ان طول القلاوظ، انا قلت لك من 2 ل 2.5 انا حسبتها على 2، يبقى 2 في فاي يبقى 2 في 40 بيساوي كام؟ 80. يبقى انا هقيس من فوق من هنا لحد تحت هنا 80، وبعدين اروح جاي جايبهم على امتداد الثلاث ارباع دايره، هجيب الامتداد ده واقيس ال 80 بتوعي من فوق لحد هنا واتقل على الخطوط بتاعه اللي هي قاع السن وامسح خطوط العمل. طب وبعدين؟ قيس لي بقى من هنا لغايه هنا 3 مللي، واعمل لي شطف هنا بزاويه 45 وهنا زيها شطف بزاويه 45، وامسح الزيادات اللي موجوده عندك هنا وهنا، بقى ده شكل المسقط الراسي للمسمار. طيب والمسقط الجانبي يا مستر محمد؟ يلا بسرعه، فاكرين لما كنا بنعمل 2 في 2؟ يعني هاخد كده بدايه الارتفاع ونهايه الارتفاع بتاع الراسي، وكنا بناخد الطرف ده ونلفه كده بالزاويه 45 والطرف ده ونلفه كده بزاويه 45، يعني ما انا صح الارتفاع ده هجيبه عرض هنا، فانا هرسم هنا خط في النص واخد نص الصاموله دي من فوق، النص اللي فوق ده واجيب البرجل اجيبه مره يمين واجيبه مره شمال واتقل خطوطي واقفل المستطيل ده. بقى ده كده الحدود بتاعتي بتاعه المسقط الجانبي لراس المسمار. هعمل محور في النص واعمل محور في النص. استنى، انا لما بدات الشطف هنا كنت بادئ الشطف بقد ايه؟ بمسافه تساوي 3 ارباع المسدس الكبير ده، يعني كنت واخد 3 مستطيلات من دول. طب ودلوقتي هاخد مستطيلين 2 بس، يبقى المسقط الراسي عشان هو كبير عندي شويه خدت له 3 مستطيلات، انما المسقط الجانبي هاخد له مستطيلين 2 بس. هقيس بالبرجل المسافه من هنا لغايه هنا، لان المسافه اللي بجيب عليها الاقواس هنا بتساوي نص اس، يبقى ده النص بتاعي اللي هو مستطيلين 2 بس. هركز في النقطه دي
بمسافة نص اس اللي هي المسافة دي اللي هي عبارة عن مستطيلين اتنين، هركز هنا واخد قوس فوق، واركز كمان هنا واخد قوس فوق. بعد ما خدت الاقواس بنفس الفتحة اركز هنا في مكان القوس اللي انت خدته وبسن البرجل لغاية هنا وارسم قوس، اركز هنا وبسن البرجل لغاية هنا وارسم قوس. هعمل شطف ولا حاجة مستر محمد؟ لا، الشطف بيكون في المسقط الرأسي بس، الشطف بيكون في المسقط الرأسي بس. طب انا دلوقتي رسمت المسقط الجانبي لمين؟ لرأس المسمار. رسمت المسقط الجانبي لرأس الايه؟ المسمار. طب وبعدين فاضل ايه؟ فاضل اجيب بقية المسمار. خلاص بقى ببرجلك وانقل كل اللي فوق ده زي ما هو. ليه زي ما هو؟ احنا متفقين ان المساقط التلاتة اي اسطوانة كاملة زي المسمار كده يعني، هي دايرة ومستطيل ونفس المستطيل. تخيل نفسك كده، فاكر الحلقة اللي فاتت لما قلت لك عندك انبوبة بتبص لها من فوق شايفها دايرة، بتبص لها من الجنب شايفها مستطيل، ولو بصيت من جنب تاني هتشوف نفس المستطيل بنفس ايه؟ بنفس ابعاده. يبقى دي كده التلات مساقط بتوعي، بتوع المسمار ذو الرأس الايه؟ ذو الرأس المسدسة. طيب تعالى كده معايا، انا دلوقتي وانا شغال عرفت ان انا اول حاجة هعمل بيها عملية الربط اللي هو الربط الغير دائم. الربط الغير ايه؟ الغير دائم، اللي انا هفكه واركبه تاني. اول عنصر فيه هو المسمار. طب انا دلوقتي عرفت ازاي ارسم مسمار والمسمار ده تكون راسه مسدسة. ما تنساش التلات قوانين بتوع الاساسيين، اللي هو انا هديك قاف او فاي اللي هي القطر الاساسي بتاع المسمار، نمرة اتنين منها هتجيب 85/100 فاي اللي هو قاع السن بتاع الالوز، منها هتجيب لي 7/10 فاي اللي هو الارتفاع بتاع رأس المسمار، منها هتجيب لي 1.5 فاي اللي هي القطر بتاع الدايرة اللي هتعمل عليها المسدس. طب ده اول عنصر في عملية الربط. طب تاني عنصر ايه؟ المسمار هو بيركب من هنا عشان يربط اي حاجتين مع بعض، لازم يكون فيه هنا ايه؟ يا صامولة يا وردة وصامولة، او ممكن يكون صامولتين. صامولتين؟ اصل الصواميل عندنا دي عنصر من عناصر الربط الغير دائم، والصواميل عندي في عندي صواميل مربعة يعني شكلها مربع مش مسدس، صواميل مسدسة، صواميل زنق مسدسة، ودي بيكون ارتفاعها قليل شوية عن الصامولة العادية، وصامولة التاج المسدسة، ودي صامولة انا بقدر اربطها مع مسمار، ولكن بعد ما بربطها بقدر احط تيلة في مكان معين علشان مهما كان في احمال او كان في اهتزازات الصامولة دي ما تتحركش وما يحصل لهاش فك من بعضها. طيب تعالى انا رسمت دلوقتي المسمار، هو المسمار هيختلف كتير عن الصامولة المسدسة؟ لا، هو مش هيختلف كتير، هو هيختلف في الارتفاع. وانا برسم المسمار قلت لك خلي بالك معايا من الاتش اللي هي كانت ارتفاع رأس المسمار، انها كانت بتساوي 7/10 فاي، انها بتساوي 7/10 ايه؟ فاي. طب والصامولة هيكون ارتفاعها ايه؟ هيكون ارتفاعها 8/10 فاي، انما لو صامولة زنق يبقى ارتفاعها 7/10، انما الصامولة العادية هيبقى ارتفاعها 8/10 فاي. طب هتختلف في الرسم؟ لا، هي مش هتختلف، وهنعتبر نفسنا دلوقتي واحنا بنرسم الصامولة ان احنا كأننا بنراجع بالظبط على طريقة رسم المسمار باختلاف ارتفاع الصامولة. باختلاف ارتفاع الايه؟ الصامولة. ارتفاع الصامولة 8/10 فاي، انما راس المسمار 7/10. تعال يلا نشوف البيانات بتاعة الصواميل وانواع الصواميل ونرسمها ازاي عشان نأكد عليها كأنها مراجعة على راس المسمار. نبص مع بعض كده. وسائل الربط برضو عندي الصواميل، انواع الصواميل بتاعتي نمرة واحد الصامولة المسدسة، نمرة اتنين صامولة الزنق المسدسة، ودي هيبقى ارتفاعها تقريبا نفس ارتفاع راس المسمار، نمرة تلاتة صامولة ذات التاج المسدسة، تمام، وبعد كده الصامولة المربعة. طب يلا نشوف اشكالهم كده في انواع الصواميل، الصامولة المسدسة وصامولة الزنق المسدسة، هيبقى ده شكلها. واخد بالك
ان المسقط الافقي تقريبا هو نفس المسقط الافقي بتاع المسمار، بس فرق ايه؟ ان التلات ارباع دايرة دي هي الكبيرة، في المسمار كانت الدايرة الصغيرة هي اللي تلات ارباع دايرة. نطلع في المسقط الراسي والمسقط الجانبي، الصامولة طبعا هتبقى مشطوفة من الجهتين، ولما تكون مشطوفة من الجهتين خلي بالك ان الارتفاع ده انت الشكل ده تقريبا نفس الشكل بتاع راس المسمار، بس مشطوف من الجهتين، بس الارتفاع ده 8 من 10 فاي، انما في راس المسمار 7 من 10 فاي. انا كررت الكلمة دي 30 مرة، اوعى حد يغلط. طيب نيجي بعد كده صامولة ذات التاج، وصامولة التاج هي صامولة مسدسة ولكن لها بروز زائد فوق الصامولة، ومعمول فيه مجاري في الست اتجاهات، بحيث ان احنا بعد عملية الربط نقدر نحط تيلة في الفراغ ده في اي اتجاه، بقى التيلة تبقى واخدة الاتجاه ده او واخدة الاتجاه ده او واخدة الاتجاه ده، هي بتبقى مستقيمة عشان تمنع، وطبعا بيبقى فيه ثقب في المسمار عشان تمنع خروج الايه؟ خروج الصامولة. نمرة اخر حاجة الصامولة المربعة، خلي بالك طول ما دي اسمها صامولة التلات ارباع دايرة دي هي الكبيرة، لو بقت مسمار الصغيرة هي اللي تبقى تلات ارباع دايرة. تعال نرسم مثال بيقول المطلوب رسم المساقط الثلاثة للصامولة المسدسة. المطلوب رسم المساقط الثلاثة للصامولة الايه؟ المسدسة. اذا علمت ان قطر المسمار 40 ملم، مستر محمد ده بيقول قطر المسمار وبيقول لي ارسم المساقط الثلاثة للصامولة، هي الصامولة هتركب في ايه؟ الصامولة هتركب في مسمار، يبقى القطر هنا او القطر هنا هو قطر اسمي، اسمه 40 ملم. يلا نحط قوانيننا، يبقى نمرة 1 فاي بتساوي 40 ملم اللي هو معطى ومدهولي. نمرة 2 فاي 1 اللي هي قطر قاع السن 85 من 100 فاي، يبقى تعالى نعوض 85 من 100 في 40 يبقى بتساوي 34 ملم. نمرة 3 فاي 2 اللي هو قطر دائرة الشطف 1.5 فاي، يبقى 1.5 في 40 يبقى بتساوي 60 ملي متر. نمرة 4 اتش ارتفاع رأس الصامولة بيساوي كام؟ 8 من 10. في المسمار كان كام؟ كان 7 من 10. لازم نفتكر المعلومة دي كويس، ممكن في الامتحانات يجيب لك اسئلة صح وغلط او اختار، والنقطة دي اللي تخليك يتحل صح او تغلط، بعد الشر عليكم طبعا من الغلط. يبقى انا دلوقتي اتش بتساوي 8 من 10 في 40 بتساوي 32، اخد الارقام الاساسية 1 و2 و3 و4، فاي بتساوي 40، فاي 1 قاع السن ب 34، دايرة الشطف فاي 2 بتساوي 60، الاتش بتساوي 32، اخدهم احطهم جنبي هنا وابدا ارسم، اعمل محور راسي ومحور افقي، واجي ارسم الدوائر بتاعتي، الدايرة الاولانية ال 34 الصغيرة كاملة، لان دي ايه؟ لان دي صامولة بتبقى متقوبة وبعدين تتقلوز، يبقى الاساسي هو التقب الصغير، وبعد كده دايرة القلووز مكان السن اللولبي هي ال 40 ملم. نيجي بعد كده ناخد قطر دائرة الشطف اللي هو 60، ونعمل ايه؟ نعمل مماس افقي من تحت ومماس افقي من فوق. اجيب المثلث التلاتيني ستيني، ليه تلاتيني ستيني يا مستر محمد؟ لان دي اسمها صامولة مسدسة، يبقى ده عدد اضلاعه سداسية، يبقى لازم تترسم على زاوية 60 درجة، اقسم كده 360 درجة على 6 اضلاع يديك على طول 60 ايه؟ 60 درجة. احط المثلث التلاتيني ستيني والاقي ان الدايرة بتاعتي قدام الزاوية 60، وارسم مماس بزاوية 60، اخد المثلث بتاعي واحطه فوق، ويكون المثلث لازم مسنود على خط افقي او المسطرة حرف تي بتاعتك، وترسم لي خط مماس بزاوية 60. طب وبعدين اقلب المثلث واخلي الزاوية 60 الناحية التانية، بقت الدايرة هي بتاعة دايرة الشطف قدام الضلع اللي مايل بزاوية 60، وارسم خط هنا بيمس الدايرة، اخد المثلث واطلع بيه فوق واخد كمان مماس. بعد ما عملت المماسات دي كلها امسح الزيادات، بقى عندي المسقط الافقي للمرة المليون. اللي فرق المسقط الافقي ده عن المسقط الافقي بتاع المسمار؟
المسقط الافقي في الصامولة التلات ارباع دايرة هي الكبيرة، انما في المسمار التلات ارباع دايرة هي الصغيرة. مثال ان انتوا حفظتوا بقى خلاص. نطلع بعد كده ناخد خط افقي بعد مسافة، اي مسافة، مسافة مناسبة، واخد الارتفاع بتاعي اللي هو ال 32 وارسم خط تاني وانقل النقط اللي موجودة في المسدس، لان المسقط الرأسي بيجي من المسقط الافقي وانا باصص منين؟ وانا باصص من تحت. انقل النقط، ادي اول نقطة ودي تاني نقطة ودي تالت نقطة ودي رابع نقطة. وهقول لك حاجة فنية بعد اذنك، لما تيجي ترسم الخطوط اللي هنا ما تبقاش توصلها من الاول للاخر، ابقى سيب مسافة كده زي ما انا سايب هنا. يعني انا هرسم الخط اللي هنا بقى اسود، انا رسمه من الاول لاخر، لا انت سيب مسافة وسيب مسافة، ولما ترسم اللي هنا برضو سيب مسافة وسيب مسافة، مسافة بتاعت 2 او 3 ملي بالكتير، عشان لما تعمل الشطف ما ترجعش تمسح تاني. كده انا رسمت الخطوط كلها وبقى ده كده المسقط الرأسي بتاعي للصامولة. تعالى افكرك كنا بنعمل ايه. كنا بناخد ثلاث مستطيلات من دول اللي هي المسافة دي اللي هي 3/4 اس، اس دي اللي هو العرض الكبير في المسدس، فانا كنت باخد 3/4، كنت يعني كنت باخد ثلاث مستطيلات من هنا، كنت باخد المسافة دي واركز في النقطة دي وارسم قوس فوق. طب وبعدين؟ وبعد ما اعمل كده اروح راكز في القوس ده هنا قوس، ومد القوس هنا على امتداده من هنا، ومده على امتداده من هنا، وبعدين اخد من النقطة دي خط افقي ومن النقطة دي خط افقي. شايف المسافة اللي بعرض المستطيل ده كله؟ تنصفها لي هنا. شايف المسافة اللي بعرض المستطيل ده كله؟ تنصفها لي هنا، وتركز في النقطة وترسم قوس، تركز في النقطة دي وتفتح لغاية هنا وترسم قوس. امسح زياداتك، وبعد ما تمسح الزيادات بتاعتك تحط لي المثلث التلاتيني ستيني، وتاخد لي من هنا مماس بزاوية 30، تحت هنا كان المماس ب60، انما هنا المماس بزاوية 30 والناحية التانية برضو بزاوية ايه؟ بزاوية 30. خدت المماسات، انا كده خلصتها، بس الصامولة دي بتبقى مشطوفة من الناحيتين. اعمل ايه؟ اكرر اللي انا عملته تاني، اخد المسافة اللي هي عرضها او طولها 3 مستطيلات اللي هم 3/4 اس يعني، وبدل ما انا ركزت فوق وخدت بدل ما ركزت تحت وخدت القوس فوق، لا انا هركز فوق واخد القوس تحت. بعد كده تركز لي هنا بالبرجل وتفتح لغايه هنا وتاخد القوس ده وتمده على استقامته يمين وتمده على استقامته شمال، تاخد لي من هنا خط افقي ومن هنا خط افقي. عرض المستطيل الاولاني ده تنصفهولي وعرض المستطيل التاني تنصفهولي. تركز هنا في منتصف المستطيل وترسم لي قوس بيمس من هنا، اركز هنا وافتح برجلك لغاية هنا وارسم قوس، وبعدين بالزاوية 30 في المثلث تشطف لي الجزء ده والناحية التانية كمان زيها. كده بقت الصامولة عندي مشطوفة من الجهتين. تعالى مع بعض بقى نعمل ايه؟ نروح نرسم المسقط الجانبي. تعالى في المسقط الجانبي هاخد بداية الصامولة ونهاية الصامولة، وحاجة اعمل خط هنا كده في النص، تاخد لي نص الصامولة اللي فوق ده، ما انت بتاخد دول تلفهم كده، فاكر لما كنا بنلف بالزاوية 45؟ يبقى ارتفاع الصامولة ده هو العرض الكلي، فانا هاخد نص الارتفاع ده كده واجيبه مرة يمين واجيبه مرة ايه؟ شمال، وبعدين اعمل اقفل المستطيلات بتاعتي، وبعدين اروح جاي واخد محاور في النص هنا بالظبط وفي النص هنا بالظبط، وواخد مستطيلين اتنين. الشطف في المسقط الرأسي بثلاث مستطيلات، انما في المسقط الجانبي بمستطيلين اتنين. خدت المسافة دي؟ اه. تعالى بالبرجل نركز تحت وناخد قوس فوق، نركز تحت وناخد قوس فوق. واحد يقول لي طب ما انت هتعمل الشطف من ناحيتين، اقول له خلاص اركز كمان فوق وخد قوس تحت، اركز فوق وخد قوس تحت. تعالى بقى لما تركز فوق هنا افتح لغاية هنا وارسم لي قوس، اركز هنا وافتح لغاية هنا بالبرجل وارسم قوس، اعكس، اركز تحت وافتح لغاية هنا وخد قوس، اركز هنا وافتح لغاية فوق وخد ايه؟ وخد قوس. يبقى انا كده رسمت الثلاث مساقط بتوع الصامولة المسدسة. طيب يا مستر محمد هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هو كل الموضوع الصواميل بتاعتي، بصوا كده معايا، كل الموضوع الصواميل بتاعتي او المسامير الرأس بتاعتها مسدسة وبس،
لا ده انا عندي كمان صواميل الرأس بتاعتها مربعة. يعني بيقول لي هنا المطلوب رسم المسقطين الرأسي والأفقي للصامولة المربعة. واحد من ولادنا هيقول لي هو ليه قال مسقطين الرأسي والأفقي للصامولة المربعة؟ هقول لك ببساطة ان المسقط الرأسي والمسقط الجانبي نفس الشكل، نفس اللي بترسمه في الرأسي هو اللي في الجانبي، فما بنزودش عن مسقطين اللي هم الأساسيين اللي مش هيتغير عنهم حاجة. طب اعمل ايه يا مستر محمد؟ تحط نفس قوانينك وتقول ان فاي بتساوي 40 ملي متر اللي هو الدهالي، نمرة 2 فاي 1 قطر قاع السن 85 من 100 في فاي، وبعدين يبقى 85 من 100 في ال 40 اللي هو الدهالي، نمرة 3 قطر دائرة الشطف، قطر دائرة الشطف اللي انا كنت بعمل هناك الشطف عليها بزاوية 60 درجة، هنا مش هتبقى بستين درجة، بتساوي 1.5 فاي. نمرة 3 يبقى عندي 1.5 في 40 بتساوي 60. نمرة 4 ارتفاع رأس الصامولة بتمانية من عشرة فاي، 8 من 10 فاي عشان اسمها ايه؟ صامولة، انما لو كانت مسمار كانت تبقى 7 من 10. طب تعالى ناخد بقى دلوقتي ال 8 من 10 نضربها في 40 تديني 32. ناخد الارقام دي ونحطها عندنا هنا علشان نبدأ نرسم الصامولة. ما تنساش الصامولة دي صامولة ايه؟ الصامولة دي صامولة مربعة. اعمل محاوري وابدأ ارسم في المسقط الافقي. هتعمل ايه يا مستر محمد؟ هرسم الدايرة الصغيرة الاول اللي هي ال 34 دايرة كاملة، والدايرة اللي اكبر منها اللي هي ال 40 تبقى 3/4 دايرة. ليه يا مستر محمد؟ علشان دي ايه؟ عشان دي صامولة، انما لو مسمار اعكس. نيجي بعد كده ناخد الدايرة اللي قطرها 60 ونرسمها، وبعدين دي اسمها صامولة مربعة، يعني الشكل اللي هنا لازم يكون مربع. طب ما دي اسهل من المسدسة، يعني اعمل كده خط مماس افقي تحت وخط مماس افقي فوق، خط رأسي من هنا بيمس الدايرة وخط رأسي من هنا بيمس الدايرة، يبقى كده المسقط الافقي بتاعي خلص. تعال نجيب المسقط الرأسي. هاخد خط واخد المسافة اللي هي ارتفاع رأس الصامولة او ارتفاع الصامولة يعني، لان هي كلها رأس يعني، وحقيس من هنا لغاية هنا 32، واطلع برضو كده 32 اللي هو الارتفاع، واقفل بقى ده المسقط الرأسي بتاع الصامولة. طب وهنعمل شطف ازاي يا مستر محمد؟ هتاخد لي قطر الدايرة دي كلها وتيجي تركز لي في اي نقطة هنا وتاخد قوس فوق، وتركز فوق وتاخد قوس تحت. يبقى انت هتركز هنا وتفتح لغاية النقطة دي وتاخد قوس، وتركز هنا وتفتح لغاية النقطة دي وتاخد ايه؟ قوس. يبقى انا ركزت في القوس اللي تحت ورسمت القوس الكبير اللي فوق، وركزت في القوس اللي فوق ورسمت القوس الكبير اللي ايه؟ اللي تحت. يبقى دول مسقطين للصامولة المربعة. طب لو افرض طلب مني يا مستر محمد مسقط ثالث اللي هو المسقط الجانبي، شايف الشكل ده؟ هو الشكل ده، خده وحطه هنا في الجنبي هنا، هو نفس الشكل مش هيتغير. طيب نيجي بعد كده لو انطلب مني ان انا ارسم الوردة. الوردة بقى قوانينها سهلة وبسيطة. بيقول لي المطلوب رسم المسقطين الرأسي والأفقي للوردة اذا علمت ان قطر المسمار، كله متوقف على قطر المسمار اللي هتركب عليه الصامولة واللي هتركب عليه الوردة. طيب يبقى انا القوانين بتاعتي ايه؟ فاي اللي الدهاني بتساوي 40. طيب القطر الداخلي بيساوي كام؟ 1.5 فاي. ليه يا مستر محمد؟ لان المسمار لما هيجي يركب الوردة عليه لازم القطر الداخلي للوردة يكون واسع عنه شوية، بس ما يكونش الوردة واسعة جدا وبتلق، فبندي مساحة قليلة علشان ما يحصلش تداخل ما بين الثقب الداخلي للوردة واسنان الالوظ اللي موجودة عندي. يبقى انا دلوقتي هقول 1.5 في 40 بتساوي 42 ملي متر. في بعض الكتب بتبقى موجودة 1.1، في الكتاب بتاعنا موجودة 1.5. نيجي بعد كده القطر الخارجي 2 فاي، يبقى انا هكتب كده 2 في 40 يبقى بتساوي كام؟ 80. يبقى انا الاقطار اللي موجودة عندي اللي انا هشتغل بيها القطر اللي هو 42 والقطر اللي هو 80 زائد سمك الوردة
سمك الوردة 15 من 100 فاي، يبقى انا هعمل كده 15 من 100 في 40 يطلع ب 6 ملم. انا هاخد الثلاث ارقام دول اللي هم 42 ملي و80 ملي و6 ملي واخدهم اشتغل بيهم. اهم 42 و80 و6، انا سايب لك ال40 هنا باللون الازرق لان انا مش محتاجها. هعمل المحاور بتاعتي المحور الرأسي والمحور الافقي، ونيجي بعد كده ارسم الدايره الصغيره اللي هي ال42، وبعدين ارسم الدايره الكبيره اللي هي ال80. ده مسقط افقي للورده، مفيش حاجه بعد كده. وبعد كده هاخد خط افقي بعد اي مسافه، واخد الارتفاع بتاعي اللي هو بدايه الورده ونهايه الورده علشان ارسم عليهم ارتفاع 6 ملي، ويبقى ده شكل الورده بتاعتي. طيب والورده دي مش الورده دي متقوبه؟ الورده دي متقوبه، يبقى انا هاخد القطر الداخلي للورده وارسمه هنا خط متقطع وهنا خط متقطع، ويبقى ده الشكل النهائي للورده. يبقى انا دلوقتي جيت وشفت مع بعض ان احنا من وسائل الربط اللي هي الغير دائمه اللي بتتركب وتتفك، بتتربط وتتفك. طبعا هي اسمها وسائل ربط ليه؟ عشان عمليه الربط، تمام؟ او بتربط جزئين في بعض، بتثبتهم في بعض. فاحنا شفنا دلوقتي المسمار ذو الرأس المسدسة، الصامولة المسدسة، وخدنا الصامولة المربعة، وخدنا الوردة كمان. طب احنا دلوقتي دول يا مستر محمد، دول اللي احنا بنعمل بيهم عملية الايه؟ الربط والفك، يعني ربط غير دائم، تثبيت غير دائم. طب وفي التثبيت الدائم؟ التثبيت الدائم بقى خد عندك كذا نوع. نمرة واحد، عندي طرق البرشام، مسامير البرشام، ودي بتبقى مسامير وثابتة، ولكن لها طريقة معينة في توزيع المسامير على حسب طبعا سمك المعدن والأحمال اللي هتقع على المعدن، فلازم أكون عامل تثبيت بالمسامير بطريقة آمنة. يبقى نمرة واحد مسامير البرشام. نمرة اتنين، ممكن أعمل عملية التثبيت باللحام، واللحام ده ممكن يكون عندي الأجزاء اللي أنا بلحمها بنسميها تراكبية أو تناكبية. تراكبية يعني راكبين فوق بعض، تناكبية اللي احنا بنسميها في عملية اللحام قورة في قورة، وفي زاوية، يبقى في زاوية، وفي عندي شكل اللحام على شكل حرف تي، يبقى عندي قاعدة وفي جزء راكب عليها كده. دي كلها طرق وشكل للوصلة، وحنشوف دلوقتي مكان اللحام، مكان اللي انا بزود فيه معدن اللحام عشان يمسك الوصلات ببعضها. يبقى انا عندي في وصلات اللحام تناكبية وتراكبية وحرفية وحرف تي، تمام؟ وعندي برضو لما باجي اعمل عملية التثبيت بالبرشام. طب وايه كمان من طرق التثبيت اللي تعتبر دائمة؟ عملية التثبيت بالخوابير. الخوابير دي اللي احنا بنعمل بيها تثبيت ما بين الأعمدة والأجزاء اللي راكبة عليها. هي الأعمدة بتتثبت؟ لا، العمود بيكون دوار، والعمود ده وهو دوار بيبقى راكب عليه ترس. فأنا لو العمود ده الترس ده متقوب بقطر والعمود بنفس القطر، ممكن العمود يلف والترس ما يلفش معاه. نقوم نعمل ايه؟ نعمل مجرى للخابور في العمود، ونعمل مجرى للخابور في الترس، ونركب الخابور ده بأشكال كتيرة. في خوابير انزلاقية، في خوابير اللي بنسميها خوابير ثابتة، خابور على شكل أمرة، خابور تراكبي، دي كلها أشكال من أشكال الخوابير. يبقى احنا هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هنتكلم عن عملية اللحام، التثبيت باللحام، هنتكلم عن التثبيت باستخدام مسامير البرشام، هنتكلم عن التثبيت باستخدام الخوابير. تعالوا نبص مع بعض كده هنبدأ بإيه. من وسائل الربط اللي احنا هناخدها دلوقتي الوسائل أو الوصلات الدائمة، وهي الوصلات الغير قابلة للفك. جميل. طب الوصلات دي على شكل إيه؟ وصلات اللحام. نمرة ب، وصلات البرشام. طيب وصلات اللحام أشكالها إيه؟ وصلات اللحام غالبا ما تتكون من أجزاء تم تجميعها باللحام، وأحد السمات الهامة لعملية اللحام هي أن الأجزاء تثبت معا ولا يمكن فكها، عشان كده قلنا عليها وصلات إيه؟ دائمة، ولا يمكن فكها من بعضها البعض إلا بإتلافها. وعملية اللحام عموما بتتم بتسخين منطقة اللحام حتى درجة حرارة الانصهار، وتستخدم عمليات اللحام في الغلايات
وهياكل السفن والمصانع، الحاجات اللي احنا محتاجين فيها تثبيت دائم وما يحصلش فيه اي تسريب او اي فك لاي سبب. طيب تعال نشوف انواع وصلات اللحام الرئيسيه. نمره واحد، وصله على شكل حرف تي. يبقى انا دلوقتي في قاعده وفي جزء تاني بيتلحم معاها، يبقى انا عايز اعمل خط اللحام في الجانب ده وفي الجانب ده عشان يبقى التثبيت عندي محكم. نمره اتنين او نمره ب، وصله زاويه، دي كده زاويه، يبقى انا هوقف المعدن اللي موجود عندي دلوقتي وهعمل عمليه زياده معدن اللحام في الركن. نيجي بعد كده وصله تناكبيه، يعني قوره في قوره، وش في وش، وازود هنا منطقه اللحام. بعد كده وصله تراكبيه، يبقى عندي الاتنين راكبين فوق بعض، يبقى هنا ده شكل مكان معدن اللحام اللي هيربط. طيب وصلات البرشام، وصلات البرشام عندي بتستخدم عن طريق مسامير ما بين الالواح لعمل الخزانات والغلايات، ودي طبعا وصلات دائمه، وطبعا بستخدمها في القطاعات المعدنيه في الكباري زي ما قلت لك في اول الحلقه، بحيث ان احنا ما نقدرش نفكها ابدا ولا ياثر عليها اي احمال. طيب اهم اشكال رؤوس المسامير البرشام، نمره واحد، مسمار برشام ذو راس نصف كروي، يعني الراس بتاعته واخده شكل كروي. نمره اتنين، مسمار ذو راس اسطوانيه مسطحه، يبقى الراس بتاعته مسطحة. نمرة تلاتة، مسمار ذو رأس مخروطية، يبقى عندي كده الراس بتاعتي ايه؟ مخروطية، اللي احنا بنسميها الرأس الغاطسة. طيب دلوقتي مسامير البرشام دي، تعال نشوف شكل الوصلات، وصلات راكبة ووصلات تناكبية قورة في قورة، والوصلات الراكبة بتاعتي اللي انا هتبقى عندي وصلة مفردة، يعني انا عندي دلوقتي ده معدن وده معدن وانا بربط بشكل مفرد ما بينهم كده، مفيش اي حاجة وسيط ما بين اللوحين اللي بتربطوا. طيب نمرة ب، وصلة مزدوجة، بص كده بقى عندي هنا مسمارين رابطين، والمسامير دي متوزعة بالطول قدام بعض، يعني هنا توصيل وفي توازي ما بينهم. طب ممكن يبقى ايه تاني؟ وصلة مزدوجة زي اللي فاتت بترتيب شطرنجي، يعني ايه؟ يعني مزدوجة هنا بمسمارين بس الترتيب الشطرنجي، كل فراغ ما بين مسمارين قدامه مسمار، كل فراغ ما بين مسمارين قدامه ايه؟ مسمار. طيب والوصلة التناكبية، وصلة لها غطاء، يعني ده طرف وده طرف وانا عامل غطاء كده يربط الاتنين مع بعض، بس ده له غطاء ايه؟ واحد، يعني طالما قلت فيه غطاء واحد يبقى اكيد فيه وصلة ذو غطائين، يبقى الوصلة هنا في النص وفي غطاء من فوق وغطاء من ايه؟ من تحت، والبرشام معاها. طيب الخوابير والبنوز، كلمة خوابير يعني قطعة من المعدن صلب ذات مقطع معين بندخلها ما بين الجزئين علشان نعمل عملية التثبيت في الحركة الدورانية من عمود إلى طارة أو ترسو بالعكس. والخابور ده بيتوصل ما بين جزئين إيه؟ متحركين، اللي أنا قلت لك عليهم عمود وترس، الاتنين هيتحركوا بس الاتنين يبقوا ثابتين مع بعض، بحيث يكون نصفه داخل مجرى في العمود ونصفه الاخر داخل مجرى في الايه؟ في الطاره. يبقى الخابور ده نصه في العمود ونصه في الطاره، ليه؟ عشان العمود والطاره او العمود والترس يتحركوا مع بعض، ولكن هما الاتنين ثابتين ما يحصلش ما بينهم وما بين بعض انزلاق. طب انواع الخوابير ايه؟ نمره واحد، خابور التثبيت العادي خالص. نمره اتنين، خوابير الانزلاق، ودي بستخدمها عشان يتحرك الخابور وانقل من ترس لترس او من طاره لطاره على نفس العمود. نمره ثلاثه، خوابير التوصيل عشان اربط اعمده ببعضها. طب تعالى كده نشوف خوابير التثبيت انواعها ايه. نمره واحد، الخابور المسطح، ده خابور مسطح، هو مسطح اسمه وطوله مثلا كده 15، ارتفاعه كده 4 من 10 من قطر الدايره، بس خلي بالك الخابور ده لازم يكون فيه سنة ميل، عارف انت لما بتركب حاجة وتقول الحاجة دي فيها شحط، يعني متركبة زق ومدقوق عليها، اهو يبقى الخابور ده فيه ميل عشان يعمل عملية الشحط. يبقى اللي تحت ده هنا اللي مرسوم بالاحمر ده هو ده العمود، واللي فوقيه من هنا
ومن هنا هو ده الطارة، والخابور هنا نصه في الطارة ونصه في العمود. بص هنا في المسقط الجانبي الخابور نصه في الطارة ونصه في الايه؟ في العمود، عشان الاتنين يثبتوا مع بعض والاتنين يلفوا ايه؟ مع بعض. يبقى نمرة واحد الخابور المسطح، وده بيرتكز على جزء مسطح مشطوف في المحور ويستخدم لنقل قدرة بسيطة. طيب نمرة به الخابور الغاطس، والخابور الغاطس ده بص الحواف بتاعته هنا ايه؟ ملفوفة، علشان يبقى غاطس جوه الجسم، غاطس جوه العمود، وبرضه يبقى موجود جوه الطارة او الايه؟ الترس، وده بيصلح لنقل القدرة الكبيرة. خلي بالك دي كلام ممكن يجي لك في صح وغلط، وممكن يجي لك في اكمل او اختار. نيجي بعد كده خوابير التثبيت النمرة 3 اللي هو خابور الركاب، وده بيبقى جاي منه كده جزء مشطوف بقطر بحيث انه يركب على اجزاء فيها منحنيات او اقواس ويربط العمود بالترس. طيب ده بيستعمل لنقل القدرة الايه؟ الصغيرة. يبقى عندك الخابور اللي فات هو بس اللي كان بينقل قدرة ايه؟ كبيرة. طب تعالى بعد كده في خوابير التثبيت نمرة دال الخابور المستدير. انا كل ده في خوابير التثبيت. الخابور المستدير ده اللي هو عبارة عن عمود اسطواني ولكنه مسلوب. طب وده بيتعمل ازاي؟ يعني اجيب العمود والطارة واعمل تقب، التقب ده نصه في الطارة ونصه في العمود، واركب الخابور ده فيه. يبقى برضه انا ربطت الاتنين مع بعض، يبقى عبارة عن قطعة اسطوانية مسلوبة ويوضع داخل ثقب نصفه في العمود ونصفه في محور العمود والنصف الاخر في المراد تثبيته. نمرة واحد خوابير التثبيت نمرة اهي القمرة. الجزء ده الجزء المدور ده كده عبارة عن نص او جزء مقوس، مش نص دايرة طبعا. الجزء المقوس ده هو اللي هيكون في العمود، والجزء المسطح ده هو اللي هيكون في الطارة بتاعتي او الجزء المراد تثبيته. يبقى اللي تحت ده في العمود واللي فوق ده في الجزء المراد تثبيته. يبقى عبارة عن قطعة دائرية تثبت داخل العمود اما السطح العلوي في الجزء المراد تثبيته. طب نمرة اتنين خوابير الانزلاق هي خوابير تسمح بالطارة بالحركة في اتجاه المحور زي خابور زقن واحد او زقنين، او يبقى عندي بعد كده ده بزقنين، وبعد كده الجزء ده اللي هو الغنفاري، وبعد كده اقدر اعمل عملية التثبيت بالاعمدة. طبعا بكده يبقى احنا خدنا كل طرق التثبيت، وعلى مدار الحلقات اللي فاتت خدنا ازاي هنستنتج المسقط الثالث، وازاي هنعمل القطاعات، وازاي هنرسم وسائل الربط. واذا كنتوا عايزين تشوفونا وتشوفوا معانا اهم المراجعات اللي هتخليك تجاوب بكل سهولة، لازم تنتظرونا. الى ان نلقاكم نترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.